لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. لا أنا محبهاش، حاسة مؤثرة جدا جدا ومهمة دلوقتي، وزعلانة ان هي ان انا شايفاها مهمة، بس ده واقع. بس انا عن نفسي ما بحبهاش وما بفهمش فيها. مفيش ابلكيشن مفضل ليكي عليها يعني بتحبي ان انت تقضي اغلب وقتك عليه؟ لا ده انا بقعد اتفرج عليها كتير، زي مثلا تيك توك ده بقى حاجة سعيدة. لا لا انا ما بحبه وبيضحكني، وفي ناس بتعمل حاجات بتضحكني، بس يعني ما عملتوش، عمري ما عملته. منور كانت من الحاجات اللي بتضحك ازاي؟ مين ام نور دي؟ اللي هي اللي عملت الكوف دوفت. لا ده انا خفت وهي معديه ولا حاجه، ولا حاجه تقع عليها تحرق المرتبه، والمكان قد كده ومنور تخينه صح، فقلت هتعدي ازاي؟ لا والاحسن الست تولع تبقى مصيبه، ولا الكفته الزيت يحرقها ولا حاجه بعد الشر. فحاجه مقلقه جدا يعني. حتى هو ده الترند بقى، هم ما بيبصوش لحاجه زي كده زي ما بيبصوا للترند. يا عم بس بقى الترند ده اللي هيموت. ايه اللي بيدفع الناس ان هي تعمل كده؟ على فكره مش حبك انا. كل ما يجي سؤال سؤال تخش قولي. ايه في رايك ايه اللي بيدفع الناس ان هي تعمل كده؟ يعني شهره، محتاجين فلوس، يعني ايه اللي لا بيتشهروا يعني؟ ما اعرفش، هو ممكن تكون الشهره حاجه مهمه برضو. ما انا مش فاكره اول ما اتشهرت كنت فرحانه ولا يعني نسيت الاحساس ده لانه بقاله سنين، بس اكيد حاجه تبسط، حاجه تبسط ان انت داخله مكان. بس هل بقى منور وهي داخله اوتيل مثلا بيقولوا لها اتفضلي يا ام نور؟ اكيد هي ست، اكيد مش محتاجه تعمل، مش عارفه، هي دمها خفيف قوي. انا لعلمك نفسي ادوق كفته، هو ده اللي شغلني بقى.